طيب، السلام عليكم جميعا، أسعد الله صباحكم، نتمنى الخير والصحة للجميع إن شاء الله. وصلنا لعند سلايد رقم 16، آخر إشي كنا نحكي فيه المرة الماضية عن أنواع المونوسكرايدز، السكاكر الأحادية، عائلات السكاكر الأحادية، تصنيف السكاكر الأحادية بناء على موقع الكربونيل جروب، بالإضافة إلى تصنيف السكريات الأحادية بناء على عدد ذرات الكربون. تكملة للموضوع، الآن بدنا نتكلم عن رسم السكاكر الأحادية. كيف يرسم السكر الأحادي؟ السكر الأحادي بيكون إما نرسمه بلينير ستركتشر، لينير يعني شكل خطي، أو بيكون على شكل حلقة، بيكون على شكل شوف هون يكون على شكل حلقة. طبعا مين الأكثر ثباتا بالطبيعة؟ الحلقة، يعني إما بيكون خطي وإما بيكون على شكل حلقة أو حلقات. شايفين هذا الشكل الخطي، لفناه هي موضح هنا كل ذرة شو لونها علشان تعرفوا أني الذرة اللي ربطناها بأي ذرة، هي اللي باللون الزهري، هي اللي باللون الأخضر. ربطنا خمسة مع واحد، ربطنا خمسة مع واحد، وبالتالي صار عندنا شو؟ حلقة، حلقة سداسية ممكن، أو حلقة خماسية. إذن السكر الأحادي اللينير ستركتشر نعمله على شكل حلقة. الحلقة هاي بتطلع إما سداسية من هين، الأكسجين بتأخذ زاوية زي ما شايفين، هاي ذرة الكربون واحد، والأكسجين بتكون هاي مرتبطة مع ذرة من الجهة الثانية مع ذرة الكربون رقم خمسة. هاي الأكسجين، أو هاي الأكسجين سوري، الأكسجين اللي على رقم خمسة ترتبط هين مع رقم خمسة، وهاي الأتش بتروح، فالأكسجين هاي ترتبط مع ذرة الكربون رقم واحد، تمام؟ ترتبط مع ذرة الكربون رقم واحد. فإذا بيكون شكله إما لينير ستركتشر أو على شكل حلقة. الأكثر ثباتا بالطبيعة هو الشكل الحلقي، يعني إذا بنحط اللينير بالمية طوالي بتحلق، بيعمل شكل شو؟ حلقة، بيعمل شكل حلقة. ممكن تكون حلقة سداسية وممكن تكون شو الحلقة قلنا خماسية، زي مثلا الجلوكوز بيعمل حلقة سداسية اللي هو C6H12O6. أما الفركتوز مع أنه ست ذرات كربون الفركتوز، لكن بيعمل حلقة خماسية لأنه عنده الكربون الجروب على ذرة الكربون رقم اثنين وليس على ذرة الكربون رقم واحد. يمكنكم كمان تدخلوا على جوجل وتتفرجوا على الستركتشر للمونوسكرايدز اللي احنا أخذناه، تمام؟ النقطة الثانية اللي هي المونوسكرايدز شو بتشتغل؟ المونوسكرايد زي ما حكينا في المرات السابقة أو في المرة السابقة بخصوص الكربوهيدرات، إما بيشتغل فيول وقود للخلية زي النشا مثلا. النشا اللي موجود بحبة القمح أو حبة الفول أو حبة البطاطا، هذا النشا
وظيفته فيول، فيول للخلية وفيول إلنا كمان لما إحنا بناكله. فإحنا لما بناكل الخبز والبطاطا بيعطينا طاقة. وحبة القمح وحبة الفول تحتفظ بالنشا برضو طاقة لإلها. علشان هيك إحنا لما بنزرع حبة فول مثلا بالأرض، النشا اللي موجود بحبة الفول هو مصدر الطاقة لحبة الفول قبل ما تطلع على سطح الأرض. يعني حبة الفول منين بدها تعمل طاقة وتعمل تبلش تعمل هساك وتطلع من خارج التربة وتطلع برا؟ هو من النشا اللي موجود بداخلها، فبتصير تكسر هذا النشا وتنتج منه طاقة. علشان هيك لو تجيب مثلا التجربة تبعت المدرسة اللي عملتوها وانتو صغار، تجيب حبة فول ولا حبة حمص، جوز فول أحسن حتى علشان تبين الكشري، وتحطها بقطنه وكل يوم تظلك تسقيها مية، تطلع نبتة الفول. ولو تيجي بعد مثلا أسبوعين بتلاحظ إنه حبة الفول من جوا صارت فاضية، في شيء ضايل منها إلا الكشري. طب وين راح النشا اللي كان بحبة الفول؟ النشا اللي بحبة الفول استخدمته نبتة الفول من أجل النمو. إذا مثال على الطاقة إنه الستارش مصدر طاقة. أيضا الجلايكوجين اللي بتخزنه الكائنات الحية بما في ذلك الإنسان، حيوانات والإنسان بيخزنوا الجلايكوجين بالكبد وبيخزنوه في العضلات، وهو مصدر طاقة. لما إحنا بنكون صايمين بنكسره ونحصل على الجلوكوز، وهذا الجلوكوز يعتبر سكر الدم وهو مصدر طاقة رئيسي في الجسم. إشي ثاني ممكن يشتغلوا المونوساكرايدز إنهم بناء، زي ما حكينا في المرة الماضية، زي مثلا الستركتشر تبع السليولوز بناء، يعني كشرة حبة البندورة، كشرة حبة القمح، كشرة حبة الفول، كشرة اللحاء تبع الشجر والنباتات والأعشاب. هذا structural function. هذا إذا السليولوز، المونوساكرايدز اللي في السليولوز بيشتغل structure، وظيفة بنائية، بينما المونوساكرايدز اللي موجود بالنشا بيشتغل وظيفة فيول، طاقة. تمام؟ دايسكرايدز، شو يعني داي؟ حكينا المرة الماضية يعني اثنين مونوسكرايدز مع بعض. إذا الدايسكرايدز كيف بتكونوا؟ لما نعمل dehydration reaction، لما بنعمل loss of water، لما بنعمل removal of water. ترتبط التو مونوسكرايدز مع بعض. الرابطة اللي ما بين المونوسكرايد والمونوسكرايد يسموها glycosidic linkage، هاي الكوفيلنت بوند، ها يسموها شو؟ glycosidic linkage. في عنا أمثلة على الدايسكرايدز، مثلا مالتوز. شو يعني مالتوز؟ مالتوز جاي من كلمة مالت. مالت يعني الحنطة، يعني الشعير، قمح الشعير وهذول. ده هو سكر الشعير بسموه مالتوز. مالتوز، المالتوز مكون من جلوكوز زائد جلوكوز، يعني اثنين جلوكوز مرتبطات مع بعض برابطة اسمها glycosidic linkage. دايسكرايد رقم اثنين سكروز، هذا السكر، سكر المائد اللي عندنا في البيت، هذا عبارة عن جلوكوز زائد فركتوز مرتبطات مع بعض برابطة بنسميها glycosidic linkage. السكر الثالث متروك فارغ هنا عندنا علشان نعبيه احنا نتعرف عليه. السكر الثالث اسمه لاكتوز. لاكتوز، شو هو اللاكتوز؟ هو ميلك شوجر. ميلك شوجر يعني سكر الحليب. لاكتوز،
لاكتوز لاكتيشن. شو يعني لاكتيشن؟ لاكتيشن يعني عملية الإرضاع. فالأم المرضع من كلها أو منسميها لاكتيتينج مذرز، الأمهات المرضعات لاكتيشن مذرز، أو الأم المرضع لاكتيتينج مذر. تمام؟ إذن لاكتوز، من إيش مكون اللاكتوز؟ اللاكتوز مكون من جلوكوز زائد جالاكتوز. إذن هاي أمثلة على إيش؟ على الداي ساكرايتس. وأخذنا المرة الماضية كيف بتكونن، جلوكوز زائد جلوكوز بيعطينا شو؟ مالتوز، dehydration reaction، loss of شو؟ water. الرابطة اللي بالمالتوز الرابطة اللي في المالتوز بتكون ما بين ذرة الكربون رقم واحد، ذرة الكربون رقم أربعة. إذن ذرة الكربون رقم واحد بالجلوكوز الأول مع ذرة الكربون رقم أربعة بالجلوكوز الثاني. طبعاً مش دائماً أربعة، كل مرة ممكن يرتبطوا بإشي بيطلع عندك مركب مختلف. أما المالتوز بتكون ذرة الكربون رقم واحد ارتبطت مع ذرة الكربون رقم أربعة. شو اسم الرابطة؟ glycosidic linkage. ده بدنا اسمها الكامل 1 to 4، يعني واحد لأربعة glycosidic linkage. 1 to 4 glycosidic linkage. إذن هذا هو المالتوز. المركب الثاني حكينا عنه اللي هو سكروز، جلوكوز زائد فركتوز. هاي شايفين الفركتوز شكله خماسي، مع أنه هو مكون من 6 ذرات كربون، مكون من 6 ذرات كربون لكن شكله خماسي. جلوكوز زائد فركتوز بيعطينا شو؟ سكروز. أنم الذرات اللي ارتبطن مع بعض، ارتبطت ذرة الكربون رقم واحد بالجلوكوز مع ذرة الكربون رقم اثنين، فلفينا هذا المركب شايفين، قلبنا. لازم اثنين تيجي من اليمين بس هون اثنين جايين من الشمال، قلبنا المركب. تمام؟ يعني جعلنا اليمين يسار واليسار يمين. فاسم الرابطة 1 to 2 glycosidic، 1 to 2 glycosidic linkage. بيطلع لنا المركب اللي اسمه شو؟ سكروز. إذا هاي أمثلة على الدايساكرايتس اثنين اللي مذكورين عندنا. وطبعا تقدر كمان تروح وتشوف كيف الاستراكشر تبع اللاكتوز على جوجل. هلا المجموعة الثالثة من المونوساكرايتس، اخذنا احنا مونوساكرايتس، المجموعة الثانية دايساكرايتس، المجموعة الثالثة من الكربوهيدراتس، المجموعة الثالثة من الكربوهيدرات هي شو؟ بولي سكرايت. شو يعني بولي؟ بولي متعدد، أحكينا المرة الماضية بوليمر، متعدد عديد. بوليمرز اوف شجر. طب شو بيشتغلوا البوليمرز اوف شجر؟ نفس الاشي، يا إما طاقة، تخزين طاقة، تخزين الطاقة زي النشا والجلايكوجين، يا إما وظيفتهم بتكون ستراكتشر زي إيه؟ زي السليولوز. إذن شو وظيفة البوليسكرايدز؟ البوليسكرايدز لهم إحدى وظيفتين، الأولى ستوريج تخزين. تخزين لشو؟ طاقة. ستوريج اوف انرجي، هون إذا بدك تزبطها وتوضحها بتقول storage of energy. storage of energy. the second function لا البوليسكرايدز اللي هو structural زي قلنا السليولوز. تمام؟ إذن
مين اللي بحدد كيف شكل البوليسكرايد؟ مين اللي بحدد البوليسكرايد شو هو؟ شو طبيعته؟ أكيد مكوناته. يعني مين زي ما نقول شو قلنا المرة الماضية عن البوليسكرايد؟ زي الكلمات. والمونوسكرايد زي الأحرف. هلا مين بحدد الكلمات؟ شغلتين. الأحرف، ترتيب الأحرف وكيف بيرتبطن مع بعض الأحرف وكيف بتربطهن، الروابط بين الأحرف. يعني أنا ممكن أعطيك ثلاث أحرف تعمل منهن عدة كلمات. كيف؟ هن الأحرف مثلا أربع أحرف أنا بعطيك، تقدر تعمل منهن عدة كلمات، والكلمات مختلفات جدا من الأربع أحرف. طب ليش الكلمات بدها تطلع مختلفة بما أنه الأحرف نفسهم؟ لأنه كيف ربطت الأحرف مع بعض؟ يعني ربطت الباء مع التاء أول، أو مثلا التاء مع الواو أول أو كذا. إذن اللي بحدد البوليسكرايد شو هو؟ أول إشي الشوغرز، يعني الأحرف، الشوغر مونوسكرايدز أو مونومرز، الوحدات البنائية للشوغرز. اثنين، البوزيشن اوف ذا جلايكوسيديك لينكيج، مواقع الروابط، مين اللي ارتبط مع مين، او شكل الرابطه. يعني لما انت تعمل رابطه واحد لاربعه مش زي ما تعمل رابطه واحد لسته، مش زي ما تعمل رابطه، يعني هون كانك غيرت الترابط ما بين شو؟ ما بين الاحرف. تمام؟ اذا اللي بيحدد الاستراكشر التركيبي والوظيفي للبوليسكرايدز شو؟ شغلتين. أول إشي الشجر مونومرز، اثنين البوزيشن of the glycosidic linkage. storage polysaccharides، إذا حكينا إنه من وظائف البوليسكرايدز إنهم يعملوا لنا storage of energy. storage of energy. أنمي البوليسكرايدز اللي بيشتغلوا storage of energy. اثنين بوليسكرايدز، الأول اللي هو starch والثاني هو glycogen. النشا في النباتات والglycogen في الإنسان وبالحيوانات. نبلش بالstarch. الستارتش إذا هو ستوريج بوليسكرايد زي ما حكينا. لمين؟ للنباتات. من إيش مكون؟ consist entirely of glucose، يعني مكون فقط من جلوكوز، ما في إشي ثاني، جلوكوز مصنوع من جلوكوز مونومرز. وين يخزن؟ في النباتات. إذا plants store surplus starch، النشا الزائد، الطاقة الزائدة بتخزنها النبتي على شكل شو؟ نشا. تخزنها النبتي على شكل شو؟ نشا. وين بتخزنها على شكل نشا؟ وين النبتي بتخزن النشا؟ في أماكن بسموها granules. أماكن بسموها شو؟ granules. شو يعني granules؟ يعني حويصلات. يعني النشا ما بيكون هيك مبعثر، لا بيكون داخل شو؟ حويصلات. granules يعني حويصلات. وين موجودة هاي granules أو المخازن أو الحجيرات؟ حجيرات النشا وين بتكون موجودة داخل النبتة؟ بتكون موجودة في مكان بسموه كلوروبلاست، تعرفوها الكلوروبلاست تيدات والبلاستيدات. إذن لما بناخذ عن الخلية النباتية بنشوف إن هذول كمان. إذن وين موجودات الستارتش؟ جرانيولز. الستارتش جرانيولز بيكون موجودات داخل حويصلات، داخل حجيرات، داخل النباتات، في أماكن بسموها
كلوروبلاست and شو البلاستيدات المختلفة. إذا بلاست كلوروبلاست and بلاستيدز، هاي المعلومة الثانية عن الستارتش. إذا أولا في النباتات، اثنين يخزن بالحويصلات أو الحجيرات، ثلاثة أبسط the simplest form يحكي لك أبسط أنواع الستارتش هو أميلوز. أبسط أنواع الستارتش شو هو؟ أميلوز. يعني هاي شايفين هاي الجلايكوجين داخل النبتي، سوري الستارتش، سوري هذا الجلايكوجين بالخلية الحيوانية، هذا الستارتش بالخلية النباتية، شايفين داخل حويصلة داخل حجيرات. لو جينا عليه هذا الستارتش بنلقاه كلياته مصنوع من جلوكوز، كل شكل سداسي هين هو جلوكوز. كيف بيكون شكله الستارتش؟ يا إما بيكون هيك خطي يا إما بيكون متفرع. فالجزء الخطي من النشا، الجزء الخطي من النشا بسموه أميلوز، والجزء المتفرع من النشا بسموه أميلوبكتين. الجزء الخطي من النشا بنسميه أميلوز. إذن هذا وهذا بيكون النشا مكون من هذول الشكلين مع بعض. الجزء الخطي هو بسيط، خط بسيط. الجزء المتفرع بسموه شو؟ أميلوبكتين. تمام. هلا لو تقارنوا مع الجلايكوجين زي ما بدنا نيجي عليه بعد شوي، الجلايكوجين ستراكشر هايلي برانشد ستراكشر. شو يعني هايلي برانشد ستراكشر؟ يعني ستراكشر شديد التفرع، شديد التفرع. اذا السمبلست فورم اوف، الشكل البسيط المبسط من الستارتش هو أميلوز، والشكل المعقد من الستارتش، الجزء الصعب من الستارتش أو المعقد أو الأكثر تعقيدا لأنه في برانش، لأنه في تفرع، هو الأميلوبكتين. تمام. الجلايكوجين، الجلايكوجين هو البوليسكرايد الثاني اللي وظيفته تخزين الطاقة، اللي وظيفته تخزين الطاقة، يخزن الطاقة طبعا وين؟ في الإنسان وكذلك في معظم أنواع الحيوانات. إذن أميلوز وأميلوبكتين هم أجزاء النشا، واحد لينير واحد برامس. الآن رحنا على البوليسكرايد الثاني اسمه غلايكوجين، ماله؟ هايلي برانشد ستراكشر. وين؟ في الحيوانات، بتخزن في الإنسان and other vertebrates. vertebrates يعني فقاريات، إذا مش كل الكائنات الحية، لا، بالفقاريات والإنسان. وين يخزن بشكل رئيسي؟ يخزن بشكل رئيسي في مكانين، liver and muscle. liver كبد و muscle العضلات. إذا يخزن الجلايكوجين في مكانين رئيسيين في الجسم، في الكبد وفي العضلات. شو وظيفته الجلايكوجين؟ وظيفته يزودنا طاقة في حال نقص الطاقة داخل الجسم. برضو بيكون مخزن داخل شو؟ جرانيولز، حويصلات. هلأ جينا على النوع الثالث من البوليسكرايدز، لكن هذا مش وظيفته ستوريج، هذا وظيفته ستراكتشر. هذا وظيفته شو؟ ستراكتشر، إلو ستراكتشر الفونكشن. شو هذا النوع الثالث؟ هذا النوع الثالث هو سيليولوز، هو سيليولوز. شو أول معلومة عن السيليولوز؟ بيحكي لنا هو الميجر كومبوننت لا tough cell wall of plant cells. شو يعني؟ يعني هو المكون الرئيسي، المكون الرئيسي
لا السيل وول في النباتات والمكون الرئيسي للسيل وول. تف سيل وول، شو يعني تف؟ تف يعني صلب قاسي. هو المكون الرئيسي للسيل وول في النباتات. إذن هو المكون الرئيسي للسيل وول في النباتات. من إيش مكون السليولوز؟ برضو من جلوكوز. يعني الستارش مكون من جلوكوز، الجلايكوجين مكون من جلوكوز، والسليولوز برضو مكون من جلوكوز، لكن واحد في النباتات، واحد في الحيوانات، وواحد في النباتات لكن وظيفته بنائية وليس طاقة. إذن هو بوليمر أوف جلوكوز، هو بوليمر أوف شو؟ جلوكوز. إذن هو متعدد، هو متعدد مصنوع من شو؟ مصنوع من جلوكوز، بوليمر أوف جلوكوز. لو عملت مقارنة ما بين النشا وما بين السليولوز، هون بحكي لك مقارنة verse vs يعني verse يعني ما بين الشجر والجلوكوز مقارنة زي مباراة أو مقارنة. أول شغلة بحكي لك الجلايكوسيديك بوند بتختلف. الجلايكوسيديك بوند يعني الرابطة اللي موجودة بين الجلوكوز في الستارتش بتختلف عن الرابطة اللي موجودة بين الجلوكوز بالسليولوز. أول شغلة إذا من حيث الرابطة، الرابطة مختلفة. شو الاختلاف؟ بحكي لك بالنشا الرابطة بتكون من نوع ألفا، بينما في السليولوز الرابطة بتكون من نوع بيتا. إذا أول اختلاف اللي هو نوع الرابطة، مش قلنا الرابطة مختلفة. بالجلايكوسيديك بوند ممكن تكون من واحد لاثنين، من اثنين، من واحد لأربعة، من واحد لستة. كمان الجلايكوسيديك بوند فيها نوعين، في نوع اسمه ألفا وفي نوع اسمه شو؟ بيتا. في نوع اسمه ألفا وفي نوع اسمه بيتا. كيف ألفا؟ ألفا لما تيجي تكون الـ OH اللي هين تكون من تحت، تطلع على الزاوية الأولى دائما بالمونوسكرايد، طلع الزاوية الأولى بالمونوسكرايد. إذا الـ OH لتحت اسمه ألفا جلوكوز، على بس على الزاوية الأولى على الذرة رقم واحد. إذا الـ OH لفوق إذا اسمه بيتا جلوكوز. بسيطة جدا. إذا باجي بطلع على الجلوكوز، هذا ألفا هذا بيتا، مين اللي بيحدد موقع الهيدروكسيل جروب على الزاوية الأولى؟ شو هاي الزاوية الأولى؟ هاي بسموها أنوميريك كاربون، أنوميريك أنوميريك كاربون. الأنوميريك كاربون هي اللي بتحدد إنه الجلوكوز أو أي مونوسكرايد آخر هو ألفا أو بيتا. الآن إذا اللي عمل الستركتشر ألفا جلوكوز بتكون الرابطة ألفا جلايكوسيديك لينكيج، وإذا اللي عمل الرابطة بيتا جلوكوز بيكون الرابطة اسمها بيتا جلايكوسيديك لينكيج. تمام؟ وبالعادة طلع الروابط هون كلهن لتحت، نفس هون مرة لفوق مرة لتحت، مرة لفوق مرة لتحت. ليه؟ لأن هاي بيتا. لأنه إذن اللي بصنع الستارتش والجلايكوجين هو ألفا جلوكوز، بينما اللي بصنع السليولوز هو بيتا جلوكوز. فبتكون الرابطة شو؟ بيتا جلايكوسيديك لينكيج. إذا نوع الرابطة هناك اختلاف ما بين الستارتش
وما بين السليولوز، إن الرابطة اللي بالستارش ألفا، بينما الرابطة اللي بالسليولوز بيتا. فإذا أجا وسألنا إنه شو الفرق بين الستارش والسليولوز مع إنهم اثنين موجودات بالنباتات، إن كله كثير اختلافات. أول شيء هذا طاقة وهذا structure، هذا storage of energy وهذا structure function. هذا في مصنوع من ألفا جلوكوز، هذا مصنوع من بيتا جلوكوز. هذا الروابط اللي فيه ألفا جلايكوسيديك لينكيج، هذا الروابط اللي فيه بيتا جلايكوسيديك لينكيج. تمام؟ إذا بدنا نعمل مقارنة بينهم. بوليمرز with ألفا جلوكوز. هلا بالعادي إذا بتجيب جلوكوز من نوع ألفا وبتربطه مع بعضه، تربط خط طويل، عملت لك 100 متر مصنوع من ألفا جلوكوز، بيطلع الشكل تبعه هيليكال. شو يعني لولب؟ كيف الزنبرك؟ شكل لولبي. أما إذا بتجيب بيتا جلوكوز بيطلع الشكل خط ستريت لاين، ما بيطلع ملفلف ملولب، بيطلع شكل خطي. تمام؟ إذا هذا من الاختلافات تبعت الستركتشر، إذا صنعت الستركتشر من ألفا جلوكوز أو من بيتا. إذا صنعنا الستركتشر من ألفا جلوكوز بيكون الشكل شو؟ هيليكال. وإذا صنعناه من بيتا جلوكوز، بوليمرز في بيتا جلوكوز شو بيكون؟ ستريت لاين، ستريت لاين. تمام؟ بيكون شو؟ ستريت لاين. هلأ بحكي لك في الستريت لاين. هلا هذا شوف، هاي ورقة شجر، جينا على خلية هون كبرناها، هاي خلية، هاي جدار الخلية، جينا على الجدار كبرناه، طلع زي ألياف، جينا على ليفي من الألياف أخذناها وبعدين كبرناها، شفناها مكونة من خيوط صغيرة. الخيوط الصغيرة بدنا نتعرف عليها، جينا كبرناها طلعت مكونة من إيش؟ جلوكوز. هذا هو السليولوز، شايفينه؟ هذا السليولوز اللي مع بعضه بيعمل لي هيك، بيعمل لي السلول وبيعمل لي ورقة الشجر السليولوز. هلا لو تيجي تطلع على هالخط، خطي، شايفين خطوط مستقيمة. هلا اتذكر انه الاستراكشر تبع الجلوكوز مليان عنده او اتش 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 او اتش، فلما بيجين هذول الخيوط تحت بعض وكل واحد عنده اتش وواحد عنده او اتش اتش او اتش اتش او اتش اتش او اتش، فبرتبطن الخيوط مع بعض وبلزقن الخيوط مع بعض بروابط بسموها الروابط هيدروجينية بتعرفون. إذا ليش لما حكينا عن السيل وول، عن جدار الخلية، حكينا عنه تاف سيل وول، يعني صلب، يعني صلب. جدار الخلية النباتية صلب قوي، صلب قوي جدا جدار الخلية النباتية. ليش؟ بتقول لأنه السيل وول مكون من سليولوز، والسليولوز الستركتشر تبعه ستريت لاين، وهذا بيسمح له انه كل خيط من السليولوز يرتبط مع الخيط الثاني. بالتالي لما بتحط خيوط جنب بعض انت شو بصيرين؟ قويات جدا. عشان هيك احنا مثلا بنجيب حبل احيانا وبدنا نستخدم هذا الحبل بإشي قوي، نربط فيه إشي قوي، منروح بنعمل له جدلة، نجدله. ليه؟ علشان نربطهن ببعض الحبال ويصير كأنهن جسم واحد. فهذا اللي بيعطي المتانة تبعت السليولوز، إنه بيرتبط مع بعضه بروابط هيدروجينية، فبيعملنا السيل وول تبع الخلية النباتية، وهذا بيعطيه قوة وصلابة شو؟
كبيرة جدا. ماشي، إذا هنا البارالل سليولوز يعني المتوازيات، السليولوز اللي جنب بعض اللي بيكونن مصفطات جنب بعض، بارالل يعني متوازيات، held together in this way بيكونن على شكل جروب، في إشي بنسميه ألياف صغيرة، وهي الألياف الصغيرة كلياتها برضو بتلتف حوالين بعض وبتعمل الألياف الكبيرة، وبالآخر بطلع عندك هذا الستركتشر القوي جدا اللي بنسميه سيل وول أو شو السليولوز. تمام، إذا مهم جدا إنه نعرف إنه ليش السليولوز مركب قوي. تقول لأنه مصنوع من بيتا جلوكوز، والبيتا جلوكوز بتخلي الستركتشر ستريت، والستريت خطوط مستقيمة بارالل متوازية مع بعض، وكل خط على أجنابه في اتش او اتش بيرتبطن مع بعض بروابط هيدروجينية، بخلين الستركتشر على شكل ألياف متماسكة مع بعض، بتربط كله مع بعضه، بيعطينا هذا الستركتشر شو القوي جدا، strong building material of plants، strong building materials for the plants. cellulose digestion and breakdown. السليولوز شو يعني digestion؟ يعني هضم السليولوز، and breakdown وتكسيره، هضم الجلوكوز السليولوز سوري هضم السليولوز وتكسيره in human. شو بيصير في الإنسان؟ بحكي لك السليولوز في الإنسان لا يهضم، لا يهضم نهائيا السليولوز. لو أنك تأكل سليولوز ويظل ألف سنة بجسمك لا يهضم، ويظل فمك ينضغ فيه ومعدتك تهضم فيه والأمعاء تهضم فيه، السليولوز لا يتكسر في جسم الإنسان. ليش؟ لأن الرابطة اللي بالسليولوز نوعها بيتا، نوعها شو؟ بيتا جلايكوسيديك لينكيج، والبيتا جلايكوسيديك لينكيج رابطة لا يمكن كسرها في جسم الإنسان. ليش؟ لأنه الإنسان ما عندوش الإنزيم المسؤول عن تكسير الرابطة بيتا. إحنا بنكسر ألفا، ولذلك بنأكل النشا ومنهضمه ومنكسره الجلوكوز ومنمتص الجلوكوز في جسمنا. تمام، أما السليولوز فهو شو؟ لا يهضم، بمر في الجهاز الهضمي كاملا من فم لمعدة لأمعاء، وبنزل في البراز ستول براز أو فيسز براز. إذا بنزل في الستول براز فيسز براز، لا يهضم، ما بصير عليه أي إشي، ولذلك إحنا ما بنهضم كشرة حبة القمح ولا كشرة حبة البندورة ولا أي قشور للخضار أو الفواكه، لا تهضم. ولذلك لو نجيب مثلا حبة ذرة، إحنا حبة ذرة، أنت بتشتري ذرة مثلا، جيب حبة ذرة حبة حبتين ثلاثة وابلعهن بلع زي ما بتشرب حبة الحبوب، ابلعهن. لما تروح على الحمام وتخرج هتلاقي حبات الذرة موجودات في البراز كما هن، لا يهضم إذا بلعتهن بلع. تمام، ليه؟ لأنه مغلف حبة الذرة بسليولوز. ولذلك أنا شو بعمل لما بوكل حبة الذرة؟ علشان لازم أمضغها، فلما بمضغها كسرت الغلاف تبعها، بالتالي لما كسرت الغلاف تبعها النشا اللي بداخل حبة الذرة بقدر أهضمه. تمام، وهذا هو مبدأ. هلا ليش إحنا مثلا أنا لما بدي أنحف بوكل خبز أسود أو خبز مع الكشري مع نخالي، بيطلع أسود هذا الخبز مع نخالي تبعته،
ليش؟ لأنه أنا لما بأخذ مثلاً النخالي هاي مع الخبزي، إذا بتأخذ خبزي مثلاً، لنفرض أنا بفطر على خبزي، هاي الخبزي وزنها 100 جرام لنفرض، بشبع، أنا بشبع من يعني معدتي بعبيها خبزي وزنها 100 جرام. هذا إذا أخذت هاي الخبزي اللي 100 جرام طحين أبيض منخل نضيف مش فيه ولا كشري، ال 100 جرام هذول ال 100 جرام بكون نشا. طبعا ننسى انه في مي وفي كذا، لنفرض هذول ال 100 جرام نشا، النشا يهضم بشكل كامل، فانت بتاكل 100 جرام تهضم ال 100 جرام، تمتص ال 100 جرام، بفوت على جسمك 100 جرام جلوكوز، 100 جرام جلوكوز بدخلين على جسمك كلياتهم، بروحن طاقة، بدكش طاقة بتخزنهم على شكل دهون جسمك، تنصح بصير عندك سمنة. هلا لما بتاكل خبز السودة وزنها برضو 100 جرام، بيكون مثلا 20 جرام من وزنها كشري كشور. هلا انا لما باكل ال 100 جرام بشبع، بتعبي معدتي ال 100 جرام، لكن لما بهضم وبمتص كم بمتص من ال 100؟ بمتص 80. ليش؟ لانه عندي 20 جرام كشري، هذول بدهم ينزلن بالبراز. يعني انا استفدت من هاي الكشري انها عبت معدتي، وبالتالي اعطتني شعور بالشبع، لكن بدون ما استفيد من الطاقه، لانه جسمي ما بيستطيع انه يهضمهن ويكسرهن ويمتصهن وينتج منهن شو؟ طاقة. تمام؟ اذا شو السبب؟ اذا هذا مبدأ الرجيم، انه ليش انا باكل خبز؟ في يوم على يوم بصير عندنا انه كمية الطاقة اللي داخلة لجسمك كل يوم اقل من المعدل اللي انت كنت تتناوله، وبالتالي بصير عندك شو؟ انخفاض في الوزن إذا تناولت الخبز الأسود بدل الخبز الأبيض. طبعا بجوز واحد يقول طبعا جربت ما نحفت، ما هو إحنا بنحكي إذا أنت ما كنتش تتناول أشياء ثانية، يعني إحنا بنحسب رياضيات. أما مثلا أنت أكلت والله خبز سودا وبالآخر جبت لي علبة كولا وشربتها، يعني شو استفدت انا من الخبز السوداء تبعتك اللي اكلتها؟ يعني انت خففت مثلا 20 جرام هون، وهناك شربت سكر 100 جرام، شو استفدنا؟ يعني ما استفدناش كثير. لكن بحسبة رياضيات، يعني لو بدك تحافظ على طعامك كما هو وتستبدل الأبيض بالأسود، وزنك لازم ينخفض مع الزمن، لازم يكل وزنك أو ما تزداد نصاحة. هذا بالنسبة للإنسان. طب الكائنات الحية الأخرى بيقول لك في بعض الكائنات الحية لا تستطيع أنها تهضم السليولوز، ولذلك توجد بعض الكائنات الحية زي مثلا بنقول الخشب سوس. طب شو هاي السوسي؟ كيف بتوك شو بتساوي بالخشب؟ معناته هاي بتتغذى عليه. طب الخشب هذا شو؟ سليولوز. طب كيف هاي السوسي قاعده بتتغذى على الخشب تبعنا؟ خشب الدار. كيف هاي السوسي بتتغذى عليه؟ اذا عندها الانزيم اللي بهضم الرابطه بيتا جلايكوسيديك لينكيج. اذا سم ميكروبس، بعض الميكروبات كائنات الحيه الصغيره عندها بيتا أميليز إنزيم. إحنا عندنا ألفا أميليز اللي بيكسر الجلايكوسيديك، عندها الإنزيم اللي بيكسر البيتا جلايكوسيديك لينكيج. من هيربيفورز شو يعني؟ يعني بعض الكائنات الحية طب اللي بتتغذى على الأعشاب وعلى لحاء الأشجار والأغنام والكذا، هاي كيف بدها؟ شو يعني ما بتستفيد؟ ما هي هاي اكلها، كيف ما بتستفيد منه؟ يعني عندها الاغنام مثلا الانزيم اللي بيكسر الرابطه بيتا، عشان هيك بتاكل العشب وبتاكل هاي الاشياء؟ لا ما عندها. طب كيف بتاكل
وبتستفيد منه وبتاخذ طاقة. هاي الكائنات الحية في بمعدتها أو في بأجسامها ميكروبات، وبتعيش هي والميكروبات بعلاقة تكافلية. فالميكروب اللي بجسم هذا الحيوان بكسر الرابطة البيتا، وبالتالي بساعد هاي الغنمة إنها تأخذ الجلوكوز، وهاي الميكروبات عايشة على كمان على الطاقة اللي بتحصل عليها من جسم هذه الغنمة أو هذا الكائن الحي، ولذلك هاي علاقة أو علاقة تكافلية أو تشاركية أو تعاونية، بحيث أنه كل واحد بيساعد الثاني، ولذلك المعدة تبعت هاي الكائنات الحية بتحتوي على هاي الميكروبس، بنسميهن هيرب هيرب يعني أعشاب، هيربيفورز هيربيفورز، علاقة تشاركية أو تكافلية. نوع آخر من أنواع الكربوهيدرات اللي هو structural اللي هو الكايتن، هذا زي السليولوز بس شيء ثاني. structure وظيفته يعني وظيفته زي السليولوز، السليولوز وظيفته structure وهذا وظيفته structure. كايتن إذا هو structural polysaccharides. وين موجود الكايتن؟ هيو موجود في الحشرات اللي حكينا المرة الماضية، قلنا النمل الهيكل الخارجي للنمل، الهيكل الخارجي للأرثروبودز هي هاي الكائنات الحية زي النحل، بعض أنواع الصراصير والعقارب وكذا، هيكل تبع حمله هذا، هذا مصنوع من كايتن. كايتن شو هذا الكايتن؟ هذا بوليسكارايد، وظيفته شو؟ ستراكشرال، وهذا الستراكشر تبعه شايفين كيف بيكون مبني، مبني من مونوسكارايد هذا الأخضر، وعنده أديشنال جروب يعني عنده مجموعة زائدة في هاي المجموعة، فهاي الوحدة البنائية للكايتن. إذن هو مش بس مونوسكرايد، لا هو كمان عنده وحدة أو جروب إضافي، عنده جروب إضافي. شو بيشتغل الكايتن؟ قلنا ستركتشرال كمان، شو بيشتغل كمان الكايتن؟ بحكي لنا الكايتن شايفين هذول الخيوط، خيوط العمليات، الخيوط اللي بيستخدموها من الجراحين مصنوعات أيضا من كايتن، strong flexible قويات، flexible يعني فيهن مرونة، surgical threads خيوط العمليات، they decomposes اللي شمالهم بحكي لك اللي بذبن لحالهم، هذول بيستخدموهن في بعض العمليات الجراحية في خياطة بعض الأماكن في العمليات الجراحية اللي صعب، يعني واحد عملوا له جراحة للكبد مثلا بدهم يردوا يفتحوا المريض بطنه ويردوا يفكوا الغرز، لا فبيستخدموا هاي الخيوط اللي شمالها اللي بتذوب لحالها بعد فترة، هاي الخيوط تبعت العمليات هي خيوط شمالها حيوية يعني مصنوعة من مواد حيوية. إذا structural supports وبرضو بيعمل السلول لكثير من الفنجاي، الفنجس يعني هاي الكايتن، هيكل خارجي للكايتن، كايتن خيوط عمليات. تمام. إذا هيك بنكون إحنا مخلصين الكربوهيدراتس. الكربوهيدراتس اللي هم لهم وظيفة مهمة وهي تزويدنا بالطاقة، وأخذنا كمان عن الكلاسز of carbohydrates مستوياتهم، المونوسكرايد الدايسكرايد البوليسكرايد، وأخذنا أنواع المونو والداي
أماكن وجود الضاي، أخذنا عن البوليسكارايدز اللي لهم وظيفة إنيرجي زي الستارش والجلايكوجين، وحكينا عن البوليسكارايد اللي لهم ستركتشرال فانكشن زي السليولوز والكايتين. الآن المركب الآخر اللي بدنا ندرس عنه، طبعا اتذكر احنا موضوعنا بيولوجيكال مولكيولز او ماكرو مولكيولز او لارج بيولوجيكال مولكيولز. اول مولكيول حكينا عنه اللي هو الكربوهيدرات. المولكيول الثاني اللي بدنا نحكي عنه او نبلش فيه اليوم اللي هو الليبيدز. شو يعني ليبيدز؟ ليبيدز في اللغة العربية يعني ليبيدات، ولا يجوز ترجمته بأي كلمة أخرى. ما بزبط تسميه الدهون لأن الدهون هي فات، والفات أحد أنواع الليبيدز. يعني زي الزيوت ليست فات، ليست دهون. الزيت إشي والدهن إشي، والكوليسترول ليس دهن وليس زيت. إذن هذول مجموعات من الليبيدز. يعني الزيت هو ليبيدز، الدهن هو ليبيدز، الكوليسترول هو ليبيدز. تمام؟ زي ما نقول أنتو طلاب كلية الطب وعلوم الصحة، ما بزبط أجيب طالب هندسي وأحكي له أنت طالب طب وعلوم صحة، هذا هندسي، أنت طب، هذاك علوم، هذاك اقتصاد. لكن كلياتكم اسمكم طلاب جامعة النجاح. تمام؟ إذن الليبيدز هي مجموعة كبيرة تشمل عدة كليات، عدة مجموعات، عدة عائلات. من عائلات الليبيدز فاتس، من عائلات الليبيدز أويلز، من عائلات الليبيدز ستيرويدز يعني كوليسترول وعيلته. تمام؟ إذن هاي عائلات للليبيدز. أول معلومة عن الليبيدز إنهم هم هيدروفوبيك مولكيولز. شو يعني هيدروفوبيك مولكيولز؟ هم جزيئات. هيدرو يعني هايدريشن يعني ماء، فوبيك جاي من كلمة فوبيا، فوبيا تعني خوف، هيدروفوبيك خوف من الماء. إذن هم مركبات شمالها بتخاف من الماء، وهي بتشمل جميع أنواع الليبيدز، لا تذوب في الماء. إذن من أهم صفات الليبيدز إنها هي عبارة عن شو؟ عبارة عن هيدروفوبيك، هيدروفوبيك كمباوند. الليبيدز هو واحد من اللارج بيولوجيكال مولكيولز، مظبوط؟ هذا أخذناه، ما هني أربعة. هاي أول معلومة عن الليبيدز. المعلومة الثانية عن الليبيدز إنهم they do not form polymers، برضو هاي أخذناها إنه الليبيدز ليسوا polymers، يعني ليس لهم وحدة بنائية واحدة. الليبيدز ليسوا polymers، يعني لو واحد أجا حكى لنا الكربوهيدرات منيش بنصنعه، نحكي له من monosaccharides، حكينا البروتينز منيش بنصنعه، من كله من امينو اسيد، بحكي لنا النيوكليك اسيد الدي ان اي منيش بنصنعه، بنحكي له من النيوكليوتيدز. طب اذا احكى لنا الليبيدز منيش بنصنع؟ كله ما بنصنع من هيك، ما له وحده بنائيه، اذا هو ليس بوليمر. اذا هو ليس شو؟ بوليمر. Unifying feature of lipids.
having little or no affinity for water. يعني من أهم صفات الليبيدز إنهم مالهم لا يذوبوا في الماء. إذن الليبيدز are hydrophobic. Hydrophobic. طب ليش الليبيدز لا يذوبوا في الماء؟ أقول لك لأنه معظم الستركتشر تبعهن هو هيدروكربون تشين. هيدروكربون تشين شو يعني؟ يعني سلاسل هيدروكربونية، سلسلة هيدروكربون. شو يعني سلسلة هيدروكربونية؟ يعني CH3 CH2 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 CH2، هاي اسمها سلسلة هيدروكربونية، سلسلة هيدروكربونية. إذن ما بيحبوا المي ليش؟ لأنهم mostly they are شو؟ هيدروكربون، هيدروكربون chain. بعملن non-polar covalent bonds. شو يعني non-polar؟ non-polar polar قطبي، polar قطبي، non-polar غير قطبي، غير قطبي، non-polar يعني غير قطبي. شو يعني غير قطبي؟ يعني لما بتيجي ذرة مع ذرة بتعمل مع بعض رابطة، مثلا كربون مع كربون، كربون مع كربون عملن رابطة بينهم. شو هي الرابطة؟ هي إلكترونين. طب الإلكترونين اللي بين الكربون والكربون بملن نحو أي ذرة أكثر؟ بالتساوي، بالوسط بيكون، لأنه هاي كربون وهاي كربون فبيكون بالوسط. الإلكترونين بيكونوا بالوسط. إذا توزيع الإلكترونات ما بين الذرتين متساوي، فهذا بنسميه non-polar. شو يعني non-polar؟ يعني توزيع الإلكترونات ما بين الذرتين متساوي، non-polar. هلا لو ارتبطت كربون مع أكسجين وبينهن روابط وبينهن إلكترونات، الإلكترونات تبعات الروابط ما بيكونن موجودات بالتساوي، بيكونن مثلا مايلات نحو الأكسجين أكثر، زي مثلا في حالة المية. شو هي المية؟ H2O، H و H ومرتبطات ال H وال H مع ال O. مين بيسحب الإلكترونات أكثر، الأكسجين ولا الهيدروجين؟ الأكسجين. فبيكون على الأكسجين شحنة خفيفة سالبة. ليه؟ لأنه الإلكترونات قراب عليها. بينما الهيدروجين بيكونوا عندهم شحنة خفيفة موجبة. هم ما بيسموها شحنة، بس لنفرض سميناها شحنة، partially بسموه جزئية، partially جزئية، يعني شحنة جزئية موجبة، شحنة جزئية شو؟ سالبة. فلما بيكون مثلا المية polar قطبي، جزيء قطبي الماء. ليش؟ لأنه الأكسجين بجذب الذرات اللي بينه وبين الهيدروجين أكثر باتجاهه، فبيكون الأكسجين partially negative والهيدروجين partially positive. هلأ في السلاسل الهيدروكربونية بيكون توزيع الإلكترونات بعدل. شو يعني؟ كل واحد ماخذ أو قرب أو بعد الإلكترونات عنه متساوي مع الذرات الأخرى، ولذلك في عدل في توزيع الإلكترونات. ولذلك لا عندك لا partially positive ولا عندك partially negative، يعني ولا عندهم ريحة الشحنات، ولذلك لا يذوبوا في الماء، لأن المي قطبي. وانتو خدتوا في المدرسة إنه الأشياء تذيب مثيلاتها، أو بنحكيها بالإنجليزي likes dissolves like.
أو likes dissolve likes، يعني الأشياء تذيب مثيلاتها، ولذلك جيب زيت حطه بمي ما بزبط يذوب. ليه؟ لأنه الزيت توزيع الإلكترونات فيه متعادل بعدل، بينما المية توزيع الإلكترونات ليس بعدل، وبالتالي هذا بيختلف طبيعته عن هذا. تمام؟ إذن السبب الرئيسي اللي هي البولاريتي، هذا بولار هذا نون بولار، كوفيلنت بوينتس. إذن هاي مقارنة ما بين الهيدروفوبيك والهيدروفيلك. أشهر عائلات الليبيدز ثلاثة، أشهر عائلات الليبيد ثلاثة. أول عائلة اسمها فات، أول عائلة اسمها شو؟ فات يعني دهون. العائلة الثانية يعني زي السمنة والزبدة وهاي الأشياء. العائلة الثانية هي الفوسفوليبيدز، فوسفوليبيدز، وهو المكون الأساسي في الممبرين اللي هو في الغشاء الخلوي. العائلة الثالثة المشهورة هم الستيرويدز، اللي منهم مثال على هاي العائلة اللي هو كوليسترول، ستيرويدز كوليسترول، وبعض الهرمونات أو عدد من الهرمونات تنتمي لهاي العائلة. عائلة مين؟ عائلة الستيرويدز. إذن the most biologically important lipids هم fats، phospholipids، fats، phospholipids، and sure and steroids. أشهر عائلات الليبيدز. أول عائلة اللي هي فات، طبعا فات يعني دهون، فات كلمة إنجليزية. طب شو هذا المركب اللي اسمه فات؟ شو تكوينه؟ هذا المركب مكون من نوعين من المركبات، أو مكونين، مكونان. هذا المركب فيه شو؟ مكونان. ولذلك شو حكينا عن الليبيدز؟ ليس بوليمر. يعني حكينا عن الكربوهيدرات مكونان؟ لا، قلنا مونوسكرايد، سكر أحادي. هلا بالليبت لا، طلع شو حكينا؟ مكونان. اذا شغلتين مختلفات. الاولى جليسرول، الثانيه فاتي اسيد. اذا منيش مكون التراي جليسرايد او الفات او التراي اسيل جليسرول؟ من شو مكون؟ مكون من نوعين من المكونات، جليسرول زائد فاتي أسيد. جليسرول زائد شو؟ فاتي أسيد. شو هو الجليسرول؟ الجليسرول هو عبارة عن مركب مكون من ثلاثة ذرات كربون. هذا هو الجليسرول، هذا الجليسرول، كربوني ثنتين ثلاثة. على ذرة الكربون الأولى بيجي عندي فاتي أسيد. شايفين الهيدروكربون تشين كيف؟ CH3CH2CH2CC بعدين COOH، هذا فاتي أسيد وهذا جليسرول. جيب جليسرول وجيب فاتي أسيد وكمان واحد هين، كمان واحد هين، بصير جليسرول مرتبط مع فاتي أسيد اثنين ثلاثي. شو يعني ثلاثي في الإنجليزي؟ تراي. ثلاثي شو؟ فاتي أسيد. تراي فاتي أسيد جليسرول معناته المركب. معناته المركب شو هو؟ تراي
تراي فاتي أسيد جليسرول، تراي فاتي أسيد جليسرول. طبعاً اسم كبير تراي فاتي أسيد جليسرول، فما بقولوش تراي فاتي أسيد جليسرول، بقولوا تراي أسيد جليسرول. تراي أسيل شو جليسرول. إذا بدل ما نقول تراي فاتي أسيد جليسرول، تراي فاتي أسيد جليسرول، نقول تراي أسيل جليسرول. يعني بنختصر كلمة فاتي أسيد لا أسيل، بس بنقول أسيل. أسيل بدل إيش؟ بدل فاتي أسيد. فبنقول تراي أسيل جليسرول. وبنقدر نختصرها كمان نقول تاج. شو بنقول؟ تاج تراي أسيل جليسرول تاج. إذا مكون من جليسرول، والجليسرول ثلاث ذرات كربون، مكون من فاتي أسيد. شو هو الفاتي أسيد؟ قلنا هيدرو كربون تشين، وبآخره شو؟ كاربوكسيل جروب، أو شو؟ سي أو أو اتش. منجيب الجليسرول، نربط أول فاتي أسيد عضرة الكربون الأولى برابطة اسمها إستر لينكيج. منجيب كمان فاتي أسيد نربطه على ذرة الكربون الثانية بإستر لينكيج. منجيب كمان فاتي أسيد نربطه على ذرة الكربون الثالثة برابطة برضو إستر لينكيج. فبطلع عنا المركب اللي اسمه تراي أسيل جليسرول، أو كانوا يسموه زمان تراي جليسرايد، اختصاره تي جي. فهذا بيزبط وهذا بيزبط، تمام؟ إذن هذا التراي أسيل جليسرول. بدنا نوقف عند سلايدي إن شاء الله 41 لهون منوقف إن شاء الله. بنسمع الآن للأسئلة، لكن قبل ما أسمع للأسئلة بذكر أنه لازم تكتب اسمك باللغة العربية كما يظهر على زاجل. أسماءكم لساتها مش باللغة العربية، فيعني ممكن المرة الجاية اللي اسمه مش كما يظهر في اللغة العربية على زاجل ما نقدر نفوته، لأنه لازم أعرف أنه الموجود عندي. ماشي يا جماعة الجميع، إذا سمحتوا اسمك باللغة العربية كما يظهر على زاجل. منكرر شغلة ثانية، يفضل من الجميع أنه يحط صورة شخصية على المودل على الأكاونت تبعه، وعلى الزوم يحط صورة شخصية. إذا ما بده يحط صورة شخصية يحط صورة البطاقة الجامعية أو أي شيء يدل على شخصيته، تمام؟ فرجاء من الجميع. بدنا نسمع إذا في تسجيل، بس أوقف أسئلة. بعد ما أوقف التسجيل معنا ثلاث دقائق للأسئلة إن شاء الله.